مش تحب نقول مديرية الحملة عندها مديرية، فكل واحد حمل مسؤوليته. أنا في نظري أخلاقات العمل السياسي، ويجب الآن أن نرقي الممارسة السياسية. يبقى أنا في نظري صورة الرئيس والتسويق السليم الجيد يحتاج إلى سلوكات تكون في مستوى تطلعات هذا الشعب. فاليوم طرق التسويق وتعبئة وتجنيد عندها طرق حديثة، عندها العلم وبأخلاق وبشكل يعني رقي يعني. فالشعب الجزائري واعي، صنع الثورة، صنع الحراك، لا يجب استغباء الشعب.